منطقة المرج، المنطقة المنكوبة التي دمرت آلة النظام الحربية بمساندة الطائرات الروسية الحجر والبشر، وقتلت الحياة فيها. وفي ظل الحملة الأخيرة على المنطقة ارتفعت نسبة الجرحى إلى حد كبير، وهذا ما جعل مهمة مجموعة إنقاذ روح الطبية كبيرة جدا لتقديم العلاج لجميع المصابين بشكل مجاني. نحن بدأنا بأول العمل يعني قسم إسعاف صغير، وبدأنا نتطور حتى صار عندنا 30 عمليات، قسمين استشفاء كمان، قسمين إسعاف كمان كبار، قسم إسعاف نساء، قسم إسعاف رجال، عندنا ورشة تصنيع طبي، عندنا 8 عيادات فعالة بشكل يومي. أغلب الكثير من الأقسام تضم هذه المجموعة، لا سيما الإسعاف السريع والطب الجراحي، إضافة لعيادة بجميع المجالات، كما تضم أيضا غرفة عمليات مجهزة بكافة المعدات للعمليات الجراحية، وقسما للمعالجة الفيزيائية يهتم بأمور المصابين بعد خضوعهم للعمل الجراحي. أنقاذ روح هي مجموعة طبية متكاملة تقدم جميع الخدمات الطبية لكافة المواطنين المتواجدين في المنطقة، في منطقة الغوطة الشرقية. الخدمات الطبية تشمل كل الخدمات من الإسعاف، الجراحات الصغرى والكبرى والتوليد والأطفال والنسائي. طب شو الصعوبات اللي بتواجهوها أثناء القسم؟ ناحية الصعوبات، صعوبات ضخمة جدا، يعني أنت عم تقدم خدمة طبية لمنطقة منكوبة، تعتبر بعلم ومقاييس الطب العالمي تعتبر هذه منطقة منكوبة. أولا في عندنا خدمات سيئة جدا، منطقة محاصرة، في عندنا صعوبات طبية، تقص الهيئات الطبية والمجموعة الطبية هو نقص الوارد ونقص الإمكانيات المادية ونقص القدرة على جلب الاحتياجات الأساسية لعلاج المواطنين. الوضع الطبي منطقة المرج بالحقيقة هو جزء، منطقة المرج هي جزء من الغوطة المحاصرة. كلمة محاصرة تعني صعوبات شاملة بكل منطقة. وفي ظل حملة القصف الشرسة التي تتعرض لها منطقة المرج، جعلت مهمة هذه المجموعة أصعب بكثير في ظل افتقارها إلى المستلزمات الطبية لحد كبير. مجموعة إنقاذ روح هي ليست اسماً فقط، بل تعمل على إنقاذ عشرات الأرواح يومياً بسبب قصف آلة النظام الحربية والطائرات الروسية على جميع مناطق الغوطة الشرقية وخصوصاً منطقة المرج. فيصل قاضي، قناة الجسر الفضائية، منطقة المرج، ريف دمشق.